اللغة العربية مهمة جدا 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 في تعلم الدين. الدين عنده بشلحة عربو ما تعمل بيزحون عبو يتخيل جيشات صنوي. اللغة العربية ليست لغة العرب فقط. يعني عربو ما تأي عربو جناغي يتيري بيبات ميت. اللغة العربية هي لغة كل مسلم. عربو ما بق أرجع مص بوصل دين موت بويز. لا يمكن أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بدراسة اللغة العربية. ويدين نتين مدر وقيت خارج الله قيت ويش ويشاتهم أز عربو موت تاني. اللغة العربية لغة سهلة. عربو موت أهت بويز. الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين. تحق الله هو هردين أهت نوين. علينا فقط أن نسلك نتعلم دعوين تعدك هدو يحلها تردق عام دردق.